الإنسان أحيانا تغلبه شهواته ونزواته، وقد تحبب له معصية معينة يجد نفسه ضعيفا أمامها. وأحد أكبر تحديات المؤمن في طريق سيره إلى الله أن يسيطر عليه الذنب، فيحس أنه يغرق في بئر عميق لا مخرج له منه، ومهما حاول الرجوع والإقلاع عن ذلك الذنب إلا ويجد نفسه موغلا فيه عاجزا عن التوبة. وقد يتحول هذا العجز مع الإنسان إلى تصور يوهمه أن هذا الذنب ضرورة لا مناص منها، وأنه مهما فعل لن يقدر على التخلص منه، فيصل إلى مرحلة الاستسلام للذنب ولشيطان النفس والهوى الذي يجعله يعتقد أنه خلق للمعصية، وأن حياته لن يكون لها أي معنى ولذة بعد التوبة، كما أن رحمة الله لن ينالها العصاة أمثاله. كل هذه أوهام يحاول إبليس لعنة الله عليه أن يغرسها في نفس الإنسان ليهزمه من الداخل ويقضي على أمله ورجائه في رحمة الله عز وجل ومغفرته، ما قد يثنيه عن التوبة ويشعره بالعجز أمام المعصية. أولا، علينا أن نعلم إخواني أن شريعة الله عز وجل متسقة مع قدرة الإنسان، أي أن الله لم يكلف الإنسان بطاعة معينة إلا وهو يعلم بقدرته على أدائها، ولم يحرم عليه معصية إلا وعلم قدرته على اجتنابها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي أنه خبير بك وبقدراتك فلطف بك في تكليفك. من أجل هذا فإن توهم عجزك أمام المعصية ما هو إلا من عمل وتلبيس إبليس. لهذا فأول خطوة للتخلص من الذنب هي أن تعرف أنك قادر على فعل ذلك، وأنك خلقت للفضيلة وليس للمعصية. ثانيا، علينا أن نوقن بأن الذنب ليس ضرورة في حياتنا، وأن اللذة الحقيقية هي في ترك الذنب وليست في الاستمرار عليه. وكما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لذة الحرام بمنزلة طعام شهي لكنه مسموم، إذا تناوله الآكل لذ لأكله وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما يفعل. ثم تابع يقول: لو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له. الخطأ الثالث الذي يعتقده المذنب هو أن ذنوبه أكبر من رحمة الله، وأن ما فعله يستوجب عليه السخط الإلهي، وأن المغفرة أبعد ما تكون عنه. والجواب عن هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن يقول عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل أيضا قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الآيات والأحاديث يجب أن تتلاشى معها أسباب اليأس والقنوط، وهي تزف لنا بشرى أن رحمة الله واسعة وفضله عظيم لا يقف عند حد ولا يحصيه عد، وهي إبهاج للتائبين وأمل للمذنبين وفرصة لمن أسرف على نفسه بالمعصية أو فرط فيما مضى من حياته أن يعود إلى طريق الحق وجادة الصواب. والشيء الرابع الذي قد يكون سبب استمرارك على الذنب هو تأثير المحيط. للأسف في وقتنا هذا انقلبت المفاهيم، فالالتزام أصبح تخلفا، وقد يستجلب لصاحبه السخرية من بعض الناقصين، ما يجعل بعضنا للأسف يرضخ لهذه الضغوط خوفا مما يسمى بالطرد المجتمعي. أحد الدراسات أشارت أنه أكثر من 50% من شاربي الخمر في المناسبات العامة واللقاءات الخاصة يهدفون بذلك إلى الاندماج مع البقية خوفا من العزلة المجتمعية وليست رغبة في الشرب بشكل خاص. كما أن مثلا بعض المسلمات يلجأن إلى التخلي عن الحجاب عند الانتقال للعيش في مجتمع غربي
رغبة منهن في التقرب والاندماج مع المحيط. ونفس الشيء ينطبق على العديد من العادات السيئة الأخرى كالتدخين والقمار وحتى الزنا والعلاقات المحرمة. فقد يخجل البعض إذا عرف الناس أنه وصل إلى سن معينة دون أن تكون له أي علاقة مع الجنس الآخر. ورضوخا لكل هذا سيجد نفسه ينحدر منحدرا خطيرا يريد من خلاله إرضاء الناس بأن يعصي رب الناس. إذا كان محيطك ملوثا فأمر محتوم أن ينتقل إليك الداء والمرض. ومن أجل ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. لأنه عليه السلام يعلم علم اليقين تأثير مثل هذه الرفقة ومثل تلك الجلسات على الإنسان، وإن قاوم في البداية فسيضعف في الأخير، استجابة لرغبته اللا إرادية في الاندماج مع محيطه. فالحصول على الاستحسان والتقبل الاجتماعي والرضا والأمان هو هدف السلوك الإنساني. وإذا بحثنا عن هذا عند حامل لواء المعصية سنجد أنفسنا دون أن ندري على طريق الشر والفساد. ومن وقع في فخ هكذا محيط سيء وأراد أن يسترجع طهارته وعفته من جديد، وجب عليه أن يسحب نفسه من بينهم في هدوء ويبحث له عن رفقة صالحة تعينه على الاستقامة وتقربه من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأخيرا هذه خطوات استخلصها العلماء من القرآن تسمى بآداب ما بعد الذنب. ليس الهدف منها تشجيعا على المعصية، وإنما تهدف إلى عدم قطع صلة المذنب بربه وتعينه على العودة إلى جواره. الأدب الأول هو الاعتراف. على المؤمن أن يعترف بخطئه ولا يستحقر الذنب مهما كان، ويبتعد عن التبرير لنفسه. الأدب الثاني هو الشروع في التوبة. بعد اعتراف الإنسان بذنبه عليه أن يشرع مباشرة بالتوبة، قاطعا عهدا صادقا مع نفسه بعدم العودة عن ذلك أبدا. والأدب الثالث هو إتباع السيئة بالحسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. في الأخير إخواني علينا أن نتذكر هذا الكلام جيدا قبل أن نهم بالمعصية. الطاعة تذهب مشقتها ويبقى ثوابها، والمعصية تذهب لذتها ويبقى عقابها. فاللهم اقبلنا إذا أطعناك، وارزقنا حسن الأدب معك إذا عصيناك.